يسمعوا القصة هذية ما عند واحد تونسي نعرف بعضنا في المساج في اللي باج وكل شيء في الباج كالعادة. جاي اليوم كليب حنايا باش ياخذ كعبة بيزيكيل عقدني انا اللي بعث لك الفيديوهات نتاع كاتانيا سيد. اوكي توا هنا باش نحكي لكم على حاجة بالرسمي باش دوخكم السيدة هذايا فهمت شنو صار معاه بعد عام غربة. علاش يقول لك وقت لي تكتب لك حاجة تكتب لك خويا العزيز تهزولو 11000 يورو وهو شو المشكلة كي تجيك؟ الإنسان يخدم على روحه بالحلال عام كامل حارم روحه باش يكون ويلم فلوس. ما هو أنت ما كنا نحرموا رواحنا في الغربة ولا لا؟ باش يلموا فلوس. اسمعوا قصته هو اللي حرم روحه شنو صار معاه. أنا باش نجبد روحي هو يحب يحكي لكم واحد. هاو هذه الفيديو خويا وتكلم على روحك فيديو موش لايف. كمل. اي خويا نوصلو. اي سيدي انا كيما باش يعرفوني برشا عباد خويا وليد حومتي وكذا والدنيا وكل انا ميكانيك يعني ميكانيسيان نخدم ميكانيك باهي خدمنا مع اللبنانيين مع كذا فهمتني عذاب بالنسبه للعباد معناتها اللي في النوار معناتها بالحق معناتها تشحق معناتها صعيبه معناتها من الاخر بون للمحمد رسول الله خدمنا ولمدنا وكذا وكلو نحبوا نكبروا معناتها ماكش باش تقعد تخدم تحت العباد ديما فهمتني ديما تحب تغزر القدام تغزر الفوق تحب تطلع تحب تقدم في حياتك فهمتني بو شرينا وبعنا شويه كراهب بدينا فهمتني بكراهب نتاع 400 يورو 600 بشويه كل مره تربح هكا 100 200 3 فهمتني بعد باش تولي تربح 500 1000 الحمد لله معناتها واحد يمشي مريقل ويخدم خدمه صحيحه معناتها تعدي لها كونترول تكنيك كما نقولوا نحن الكل والى ما اخره الحاسب نهار انا هز معايا الفلوس كلهم فهمتني وهز معايا صاحبي على اساس معناتها خاطر انا كانت عندي خدمه بالنهار وما عنديش وقت باش نمشي نشري الكهرباء وفات هما زوز كراهب تعدينا في الليل حسيرو مشينا شرينا الكهرباء الاولانيه حكينا عليها البلايك وقصدنا ربي ميم با معناها 5 دقائق يا ميمو ميم با 5 دقائق في الكهرباء اون فيت هي كيفاش معناتها في الاخر باش انا فهمت القصه السيد اللي خديت مع عنده وانا الكهرباء الانسان هذا معناتها ديلور معناتها تاجر مخدرات فهمتني والسيد في الحبس وخوه هو اللي باع لي الكهرباء فهمتني باه كي خديت انا الكهرباء انا ميم با غزرت لها خاطرني بالرسمي معناتها مضغوط بالوقت وفي الليل وكل معناتها قلت ميسالش ناخذوها قد في شكاره مادام الصوم باهي صفا وكذا وكل ومن بعد ربي يعمل لي وحطينا الادريس فهمتي باش نمشيو للكهرباء الثانيه ونتوكلوا على ربي الحاصل ميم با 5 دقائق وجا ورايا بوليس على فكره معناتها انا معدي معناتها هنا في بلجيكا توا معناتها على الاقل فما 3 سنين 3 سنين هذوما خويا في بلجيكا ولا مرة توقفت ولا مرة وقفني بوليس لا كسوا كنترول كسوا بوليس عادي اللي تحب انت فهمتني ودرت معناتها بكراهب معناتها فوس بلاك وكذا الدنيا كله لا نهار معناتها وقفني بوليس نهار اللي وقفني البوليس شي معناتها كي يجي يعمل في التشيك نتاع الكهرباء يلقى البلايك ماهمش مطابقين الكهرباء حكيت له انا قلت له راه معناتها انا البلايك هذوما نتاع الكهرباء هذايا راهي معناتها نتاع بلايك نتاع كهرباء اخرى راني سي بون بعتها وراني شريت الكهرباء هذايا جست راني حطيت عليها البلايك جست باش نروح بها فهمتني قال لي اوكي مسيو هبطني من الكهرباء شافني كذا معناتها اجراءات قانونيه عاديه معناتها يشوفوك خاطر القانون معناتها وفيت من غير اوراق وكذا وكل فتشوني فهمتني بكل احترام زيادة وكل ومن بعد قالوا لي راهو باش نفتشوا الكهرباء قلت لهم تفضلوا كهرباء معناتها انا متيقن انه ما فيها حتى شيء معناها بداو يلوجوا كذا الدنيا كل لقاو شويه حاجات هكا هيك الحاجات هذوكم هزونا الهاوية فهمتني فكوا لي التليفون فكوا لي الفلوس معاملة بعد تبدلت جملة كومبليتمون خاطر أنا في بلجيكا هنا من بالجانب الألماني أنا في أوبن فهمتني قريبة للحدود الألمانية كانت المعاملة بعديك صفر وتوا معناتها توا أنا عندي جمعة من اللي خرجت مع المحامي وكذا وكله هني نجري ونجري فهمتني على طرف الفلوس هذوكم وعلى التليفون معناتها ابسط حاجات معناها فهمت
ياك ها فوالا هذي هي. واليوم كنا واحد اي النصيحه اللي حب في كلمتين النصيحه اللي حبيت بالحق نصحها للناس خاطر كيف ما كنت نحكي الميمو انه العباد اللي تحب تخرج بالحق يا الوليد لوجوا على ثنيه في الابيض لوجوا على ثنيه ليغار خاطر بالحق اقسم بالله العلي العظيم اللي يستخيلها هنا الجنه واللي يستخيلها فلوس بالبالة واللي يستخيلها لافيون غوس واللي يستخيلها ندبر بنيه وندبر امراه وندبر راهي حتى لو كان انت تحكي وانا رايق وانا كذا راهي صعيبه راهم فايقين راهم يتشكاو من العرب راهو اللي سبقوني وسبقوا برشا عباد قبلي انا زاد راهم فاهمين وعارفين اللغه كلها من الاخر معناها معناتها حتى معناتها الحل الاخراني نتاع النساء راهو ولا سعيد مانيش نحب نسكر الابواب في وجوهكم اما راهي معناها ماذا بينا معناتها كل واحد يعرف روحه على شنو قادر وراهي يشتر الغربه راهي سكنه معناها كي باش تخرج لازمك تعرف روحك عند شكون باش تمشي فهمتني شكون بالرسمي اللي باش يكاليك خاطر راهو بالحق راهو حتى الخول خوه راهو ما يكاليش راهو معناتها واسالوا الناس اللي عاشت الغربه تيقولوا لكم راهو انا صارت لي مع ولد عمي انا صارت لي مع خالي انا صارت لي مع خويا كاغيمون اي خويا فما انا نعرف عباد صارت لهم مع خواتهم كسوا بنات ولا اولاد اقسم بالله يعني انا معناتها حاجه معناها مؤكده نحكي لكم فيها فهمتني وكها وذيك هي خويا وسيس رواحكم وان شاء الله خويا ربي يسهل غربة كل واحد متغرب ويردوا سالم غانم ان شاء الله لدارهم وكها وذيك هي خويا وسيس رواحنا العباد الكل وان شاء الله كل واحد يحب يخرج ان شاء الله تنظيف باذن الله هاي يا اخوي السلام عليكم.